اهلا بيكم في برنامج اقوى ام في مصر. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الحقيقه الام مش مدرسه بس. الام مدرسه ومستشفى وبنك تسليف ومطعم وسنتر دروس وحاجات كتير قوي، وده اللي هنعرفه من خلال خمس مسابقات هنلعب فيهم مع الامهات اللي مشرفينا النهارده. واول متسابقه موجوده معانا النهارده هي ماما ريم، وهيساعدها ابنها احمد. اسمي ريم حسين عادل. اسمي احمد شريف مصطفى، 24 سنة. عاملة الفيسبوك بقالي تقريبا 10 سنين. معمولة في الموضوع الفيسبوك عشان تبقى هي دي دلوقتي الحاجة اللي كله لازم يبقى ليه اكونت على الفيسبوك. أول ما بشوف أحمد عمل بوست بشوف البوست دوت عاجبني ولا لأ، لو عاجبني بعمل له لايك، ولو في كومنت عندي عايزة أقوله له بقوله له، لو مش عاجبني برضو بتكلم بعمل الكومنت بتاعي. يعني ممكن الجروبات مع أمهات مذرز وجروبات على مشجع جروبات المدرسة بتاعت عمر أخويا الصغير، مشجع جروبات المدرسة، وفي جروبات النادي. إحنا جاهزين للتحدي أقوى أم في مصر. ماما أقوى أم في مصر. منورة يا ماما ريم. ميرسي، منورة بوجودك. انت اتعلمتي الماني عشان خاطر ابنك؟ اه عشان خاطر عمر، يعني بقيتي بتعرفي الماني كويس؟ لا مش لسه، احنا لسه في البداية لسه، بس ممكن نتكلم كلمتين ثلاثة كده. اوكي في البرنامج بقى. احمد، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. احمد شايفني يا احمد؟ انا معاك اهو. تمام اوكي. عارف الماني برضو؟ يعني كويس. كويس. طيب هنتصرف بقى جوه الحلقه في موضوع الالماني ده. وتاني متسابقه معانا هي ماما ايمان، وهيساعدها برضو ابنها احمد. انا اسمي ايمان عبد الفتاح، عندي ولد وبنتين. انا احمد عصام عبد الفتاح، مهندس معماري. احمد بيبقى اكتر بوستاته يعني عن المود بتاعه، الكوره، ممكن ممثلة حلوة تعجبه برضو ينزلها. ماما لا، ماما مالهاش اصلا، يعني هي في الفيسبوك في السوشيال ميديا عموما، شوية صور بس، الاغلب فيديوهات، وبتبعت لنا احنا كل حاجة بقى، واحنا الحمد لله ما بنفتحش اي حاجة خالص. لا ما بيعملليش اي، ما بيعلقش على اي حاجة انا بنزلها يعني. هو انا دايما الا اذا لو الحاجة تستدعي ان هو ممكن يتريق يعني او يهرج. هو انا ما فيش بوست دايما بابا بتنزله غير لما لازم اتريق عليها. صورتها هي وبابا هي حطها على صورة البروفايل. جاهزين للتحدي في أقوى أم في مصر؟ أمي هي أقوى أم في مصر. نورانا ماما إيمان. أهلا. أخبار السينابون إيه؟ سمعت حاجات كده عن السينابون. سمعت منين؟ يعني ناس قالوا لي. والله؟ طيب هنعرف الموضوع ده بس كمان شوية. طيب. يا أحمد. أموني. عامل إيه يا حبيبي؟ كله زي الفل. هي دي بترمز لإيه؟ ده مروان محسن النادي الأهلي. أوه. بعدين موضوع السينابون اتعرف إزاي؟ إيه؟ عرفنا موضوع بقى. ده موضوع ليه قصة طويلة جدا. لينا عيوننا في كل مكان. يلا يا رب يلا. وتالت متسابقة معانا النهاردة هي ماما ميري، وهيساعدها بنتها مارينا. ميري لبيب فرج، عندي 7 عيال، 4 بنات و3 ولاد. مارينا ناجي، 28 سنة. مارينا على الفيسبوك بتشطح على طول، وأنا أفضل أنبهها مفيش. أوكي، لما ماما بتنزل بوست غريب على الفيسبوك بقول لها ما تطلعيش عينينا، يعني كفاية كده، كفاية. لا، هي تكون حاجة حصلت في البيت، يعني مارينا ممكن حاجة تحصل في البيت تروح مشيراها من غير ما تستأذن حد. صورة بروفايل ماما على الفيسبوك دلوقتي صورتنا كلنا، ولما في خطوبة أختي حاطة حمامة كبيرة كده مش عارفة حاطها ليه. بعرف إن مارينا أونلاين، وقصدي ما تردش عليها لما يكون البوست بقاله دقيقة ولا دقيقتين ورن عليها، فما بترضاش ترد. إحنا جاهزين للتحدي في أقوى أم في مصر. وأمي هي أقوى أم في مصر. ماما مارينا منورة الدنيا. تمام ماشي. يا مارينا عاملة إيه؟ كويسة؟ شايفاني؟ ماما مارينا أنا سمعت إن ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله أكبر. أنت عندك 7؟ وده كان قرار ولا هو واحد جه وكرر الباقي ولا ايه؟ لا لا لا، قرار. تحبي العزوة؟ بحب العيال، محدش بيسأل عليك غير عيالك دلوقتي. ربنا يخليهم لك يا رب. حد بيجي عندك غير عيالك؟ أنا لسه ما عنديش عيال. أنا لسه عيل. الأمهات هي حد بيجي عندكم غير عيالكم؟ والله لا، العيال هم أحسن حاجة طبعا. ربنا يا رب يخليهم لك يا رب. الله يخليك.
أوكي. اوكي هنبتدي مع المسابقه بتاعتنا النهارده. المسابقه الاولى اسمها ايه؟ ما بفهمكش. ليه بقى اسمها ما بفهمكش؟ لان هي بتبين هل انت فاهمه في خبايا وخفايا ودهاليز الجيل الجديد ولا لا، بتفهمي لغه ومنطق الجيل الجديد ولا لا. الجيل الجديد بقى عنده مصطلحات خاصه جدا زي فاكس وبره عني ومش عارف ايه الحاجات دي. عايزين نعرف انتوا عارفينها كويس ولا لا. 10 اسئله، كل سؤال عليه 5 نقط، مطلوب منك تجاوبي في خلال 10 ثواني بس. هنبتدي مع المسابقة ومش عارف ايه. وانا برضو مره عملت كذا ايموجي كده بالفلتر ده، قال لك شيلوا الموبايل من ايده. اجابه صحيحه. السؤال الثاني، عشري باع صاحبه في فيلم ايه؟ ابراهيم الوحش، ابراهيم وعشري، ابراهيم الابيض. 10 ثواني. ماما ريم، ابراهيم الابيض. ماما ايمان، ابراهيم الابيض. ماما ماري، ابراهيم وعشري. ابراهيم وعشري. مش عشري باع صاحبه. الاجابه الصحيحه ابراهيم الابيض. السؤال الثالث، انا اخترت كوميك مشهور على فيسبوك من برنامج ميس اندرستاند، ميس انشراح، ميس دودي. ماما ريم جاوبتي ايه؟ ميس دودي. ماما ايمان؟ ميس انشراح. طب ميس انشراح دي اللي كانت في فيلم الناظر، لونه بني زي البراون اللي انا لابسها ده. وعملت ايه كمان؟ عملت فيلم كمان انا بحبها جدا على فكره. من عارفه الله يرحمها. يا ام المطهر رش. هي دي ما انا قلت هي دي دي ميس انشراح. لا اجابه مش صح. ماما مري؟ ميس دودي. ميس دودي؟ التلاتة غلط، هي ميس اندرستاند. اوكي. السؤال الرابع، في كأس العالم اللي فات في روسيا منتخب مصر رجع بنقطة ولا نقطة؟ شنطة. ولا نقطة. ولا نقطة. بس جالنا احنا النقطة، إجابة صحيحة. السؤال الخامس، إيه الأغنية اللي مش بيتقال فيها غير جملة واحدة؟ يا سلام يا سلام، أنت أي كلام، ولا في الأحلام؟ عارفينها الأغنية دي؟ لا. دي عملت ترند على الفيسبوك. انت اي كلام، انت اي كلام، انت اي كلام. مش اي جديد، مفيش اي حاجه جديده هتحصل، هي ربع ساعه انت اي كلام. الوحيده اللي جاوبت صح ماما ايمان. السؤال السادس، اغنيه ايزي ماني هي من اشهر اعمال فرانكشتاين، شارموفرز، توم كروز. ماما ريم جاوبتي ايه؟ توم كروز. هي اغنية اجنبي ولا عربي؟ دي مش اغنية، كانت جملة كده في فيلم ايزي ماني. لا احنا نقصد الاغنيه. طيب ماما ايمان جاوبتي ايه؟ اللي في النص. شارموفرز. وحضرتك؟ شارموفرز. شارموفرز، اجابه صحيحه. شارموفرز. شارموفرز ده فريق غنائي مشهور قوي يعني. بس هو اغانيه اساميها غريبه والفريق نفسه اسمه غريب. السؤال السابع، كريستيانو رونالدو قلب الدنيا على السوشيال ميديا لما ساب ريال مدريد وراح برشلونه، باريس سان جيرمان، اليوفنتوس. كريستيانو
شاء الله انتوا التلاتة زي بعض. حضرتك جاوبتي ايه؟ برشلونة. لا هي اليوفي، اليوفنتوس. إجابة خاطئة. السؤال الثامن، اتفضل اهري 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 اهري. مصطلح الشباب يقولوا لبعض معناه ارغي اجري ادفع. ماما ريم ارغي. واضح ان هي بتتقلق كتير. ماما ايمان ارغي. ماما ماري ارغي. وفي برضه لوك 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 لوك. اجابه صحيحه. السؤال التاسع، عزمي واشجان قصه حب تم اعاده اكتشافها على السوشيال ميديا ما بين فيفي عبده وكمال ابو ريا، ايمي سمير غانم وحسن الرداد، منى زكي واحمد حلمي. قبل ما تجاوبوا، في عزمي واشجان المسلسل وفي عزمي واشجان اللي على السوشيال ميديا. ماما ريم ايمي سمير. حذرتك. جاوبتي ايه؟ ايمي سمير غانم. ايمي سمير غانم وحسن الرداد، ده المسلسل بتاع عزمي واشجان. ماما ايمان في عبده وكمال ابو راي. في عبده وكمال ابو راي، قصه حب جميله وبريئه لازم حضرتك تتفرجي عليها. ماما ماري في عبده وكمال ابو راي. في عبده وكمال ابو راي، اجابه صحيحه. سؤال العاشر، من القائل يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتجلي؟ الشاب خالد، رشيد طه، الشاب مامي. ماما ايمان جاوبتي ايه؟ الشاب ميم. الشاب ميم. الشاب مامي. مامي. اي شاب وخلاص. الاجابه الصحيحه رشيد طه. نحيي ماما ريم وماما ماري. طيب كده احنا خلصنا العشر اسئله بتوعنا. في شويه اسئله ملحه بقى ليكوا انتوا الثلاثه. اول سؤال لماما ايمان، احكي لنا حكايه السينابون والنبي. لا بجد ما اعرفش حكايه السينابون. هم قالوا ان انت حاولتي تعملي سينابون في مره. صح. وحطيتي خمس وحدات في الصينيه طلعوا تورته كبيره. تورته ازاي؟ عرفت الموضوع ده ازاي؟ عرفت بقى. ده حقيقي؟ حقيقي. بس دي صعبه قوي السينابون دي. عملتها. انت غلطانه برضه ان انت حاولتي تعملي. اصلها كبرت قوي زياده عن اللزوم لدرجه ان هي كانت ممكن تعدي تروح للجيران. انت ايدك فيها البركه، بسم الله ما شاء الله. بس التكلت برضه كانت حلوه يعني. كانت حلوه. مش مهم الشكل، اهم حاجه. مش مهم الشكل. احنا بناكل بعينينا. ما انا طلعتها بسرعه قبل ما تتمدد يعني. ايوه تتمدد. ماما ريم انت اتعلمتي الماني؟ بتعلم لسه. عشان عمر. صح؟ اوكي. طيب عايزين كلمتين الماني كده بقى عشان نقول ان احنا برنامج عالمي وبتاع. احنا كان ناس معانا بيتكلموا فرنساوي. اوكي. وطول الحلقه اتكلمنا فرنساوي لان انا في الفرنساوي ما اقولكيش. طيب اوكي. لو قلت لك جود النخت دي الماني صح؟ جود النخت. جود النخت يعني ايه؟ يعني تصبح على خير. تصبح على خير. طب قولي لنا حاجه كمان. ايش بين ريم؟ ايه؟ ايش بين ريم؟ ايش بين ريم؟ اشكم اشكم اوس اجيبتن؟ ايش جاب لجاب؟ صح ده معناه؟ يعني انا من مصر يعني. طيب احنا نقول بقى النتيجه. الموضوع شكله صعب. ماما ريم جمعت 20 نقطة. اوكي. ماما إيمان جمعت 30 نقطة. ماما ماري جمعت برضو 30 نقطة. دلوقتي مع المسابقة التانية وهي سهلة ومش مستاهلة. ليه بقى اسمها سهلة ومش مستاهلة؟ احنا في المسابقة دي عايزين نعرف انتوا بتفهموا في التكنولوجيا والسوشيال ميديا ولا لا؟ من خلال مهمة تكنولوجية معقدة مطلوب من حضرتك ان انت تنفذيها في دقيقة ونص. المهمة دي عليها 15 درجة، يا هتجمعيهم يا هتسيبيهم. سهلة ومش مش سهلة. اخو مصر. ماما ريم جاهزة المهمة الأولى؟ إن شاء الله. افتحي تويتر واعملي منشن لصفحة قناة الحياة على تويتر واكتبي هاشتاج أقوى أم في مصر. هقولها لك تاني،
تبتديش لما اقول لك معاك 90 ثانيه. افتحي تويتر واعملي منشن لصفحه قناه الحياه على تويتر واكتبي هاشتاج اقوى ام في مصر. معاكي 90 ثانيه ومعاكي احمد. انا فتحت تويتر في الاول. احمد انت مخضوض كده ليه؟ قولي احمد. فوق احمد انت شايف هي بتعمل ايه؟ اشرح لها بقى. ماشي انا شايف في السكرين انا فوق على الشمال كده. دوسي على الشكل اللي فوق على الشمال. شكل الست اللي فوق على الشمال. الشمال؟ اه سوري احمد تحس انه بيتفرج على فيلم رعب. مخضوض ليه كده يا حبيبي؟ احنا زي اخواتك. انت هتكتبي بوست صح؟ افتحي بروفايل بسرعه يا احمد. تحت على اليمين الازرق. دوس على تحت على اليمين الازرق ده 50 ثانيه. السيركل الزرق. اكتبي احنا عاوزين هاشتاج اقوى ام في مصر. اكتبي اقوى ام في مصر وتعمل منشن لقناه الحياه. وهنعمل ايه تاني؟ منشن لقناه الحياه. ماشي. وهنعمل هاشتاج حاجه يا احمد. هنفتح تويتر نعمل منشن لصفحه قناه الحياه على تويتر وتكتب هاشتاج اقوى ام في مصر ومعاك 20 ثانيه بس. ماشي. طب قبل ماشي ارجعي قبل اقوى ام في مصر اكتبي الحياه. اكتبي الحياه اكتب ايه؟ ارجعي ها اكتبي ات خمس ثواني. ات الحياه ات اللي تحت دي. الوقت انتهى. طمنيني على الولد. مخضوض ليه كده؟ معلش. ليه يا حبيبي مخضوض كده من الاول؟ معلش نعوض بقى في اللي جاي ان شاء الله. ماما ايمان ام ضحكه جنان. هتفتحي فيسبوك وهتدخلي على صفحه قناه الحياه وتبعتي مسج للصفحه وقولي لهم برنامج اقوى ام في مصر احلى برنامج عندكم. هتفتحي فيسبوك وخشي على صفحه قناه الحياه وهتبعتي لهم مسج وتقولي لهم برنامج اقوى ام في مصر احلى برنامج عندكم. معاك 90 ثانيه ومعاكي احمد. يا احمد يلا بسرعه دوس على الفيسبوك. بسرعه السيرش اللي فوق بسرعه. احمد بقى بيتفرج على فيلم كوميدي. بحسب فيسبوك. انت بتشتتني على فكره. بحسب فيسبوك فوق. بحث فوق اهي. ايوه الحياه. دوسي كده انتر. بس هي الحياه بالانجلش. بس ماشي دوسي انتر كده. انتر. بصي في 1 2 3 الزرار اللي فوقيها على طول. احمد معاك 50 ثانيه. زي الفل. رضا الحمد لله. 1 2 3 فوقيها انتر. على ايدك اليمين تاني زرار كبير فوق. هي 1 2 3 اللي فوقيها بقى. اللي فوقيها؟ ايوه اللي فوقيها. ما هي ما انا عملت اللي فوقيها. لا امسحي. طب انت عامله ايه دلوقتي؟ سيبك بقى من السؤال. سيبك بقى من السؤال خالص. اعمل ايه؟ طب امسحي يا احمد. استغل الوقت. طب انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. حلو قوي الجاكيت بتاعك ده. اتفضل. والله الله يخليك عمي. ما تجيش مقاسي. انت عملت ايه يا ماما؟ دوست على اللي فوق 1 2 3. طب بس مباشر بقى. ايه بس مباشر؟ اعملي اي حاجه. بس مباشر. بس بقى يا احمد بقى. المفروض بس بقى خلاص. الوقت انتهى. ده عايز اللي يساعده يا استاذ. السؤال الثالث. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اللي ما فلحت في اللي فات هفلح في ده. ماما ميري هتخشي على صفحه البرنامج على فيسبوك وهتعملي شير للبرومو بتاع البرنامج وقولي اللي حابب يشارك في البرنامج يبعت لنا. تاني هتخشي على صفحه البرنامج على فيسبوك وهتعملي شير للبرومو بتاع البرنامج وهتقولي اللي حابب يشارك في البرنامج يبعت لنا. معاكي 90 ثانيه ومعاكي مارينا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. ماما ركزي ركزي. ماشي ركزت اهو. هاتي الفيسبوك. انا جبت الفيسبوك. لا اعملي اكس. بدأي تسجيل. ايه بدأي تسجيل فيديو ده؟ انت فاكره نفسك بتاخدي سيلفي؟ طب اعملي اكس. اكس اللي فوق يا ماما. اكس. بحث في الفيسبوك.
بحث. بحث؟ ها البتاع اللي فوق بسرعة. اكتبي أقوى أم في مصر. أقوى ألف أمليكي. بالراحة على ماما يا مارينا. قاف واو يه أسرع يا حاجة. أيوة أول واحدة أول واحدة. ما هي؟ دوسي عليها. دوست. هاتيها هاتي دوسي على البرنامج. هو مش هقلب ليه؟ بتاعهم. يا ست ركز دوسي على البرنامج دوسي على الصفحة. عشان البوديوم بالعرض. يا ماما دوسي على الصفحة. أيوة جايين بالعرض مش يا ست انت ركزي. ماما أيوة هو ده هو ده. أيوة اعملي له شير بقى. شير؟ مشاركة من تحت مشاركة. اكتبي تعليقي الأول مشاركة. يا ماما ما هو مشاركة اهو بس فين فاضل 23 أيوة. ثانية ماما أيوة صلي على النبي صلي على النبي والله ما أنتِ قايمة ماما مشاركة مشاركة عملت عملت اكتبي اللي عايز يشارك في البرنامج اللي عايز بسرعة يا ماما اعملي شير وخلاص 3 2 1 مارينا بقى التومي مع نفسك لوحدك ماما ميري هما دول السبعة اللي انت فرحانة بيهم دي واحدة من السبعة مال الستة التانيين عاملين ازاي كلهم مجانين كده نتيجة المسابقة مستنيين تعرفوا ايه لم ينجح احد لم ينجح احد ماما ريم صيف شكرا ماما ايمان طيب نسيبنا من التكنولوجيا والسوشيال ميديا الحمد لله فشلنا فيها فشل ذريع نخلينا في المسابقه الثالثه المسابقه الثالثه اسمها مين اروش ام ناو لما بنخش على الانستجرام بنشوف صور بنشوف فيديوهات المفروض ان الفيديوهات دي فيها شباب بيعملوا ليبسينج لاغاني مشهوره ومقاطع من افلام افيهات معينه عارفين الفيديوهات دي مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديو على اغنيه تمام عايز بقى كل المواهب المدفونه واخده بالك ان هي كانت قبل السبع عيال تطلع بقى كل احلام الشباب وكل الطاقات الاستعراضيه والفنيه تطلع مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديو على اغنيه يا قلبي للفنان الجميل حكيم اتفقنا وتذكري يا امه ان الخجل عدو الفنان هنروح الباك ستيج ومين اروش ام ناو اخو ام مصر ورجعنا لكم من الباك ستيدج عايز اقول لكم على حاجه احنا هنتفرج دلوقتي على الفيديوهات بنشوف الابداعات بس مش انا اللي هديكم الدرجات اللي هدي لكم الدرجات الجمهور هو اللي هيصوت لكم اوكي انزل يا ابني باول فيديو انا حسيت ان بعد ما الفيديو خلص انا مش وشي كده والمصحف والله انا وشي كده حسيت كده انك مكسوفه قوي صح لا يعني ملياش في ما مالكيش في الحاجات دي فانت قررتي مش مهم المسابقه بس حافظ على برستيجي صح ماما ايمان نشوف فيديو ماما ايمان بصي هو نص الفيديو الاولاني حسيت انه ديسكو في الثمانينات هاي شيل عاملين ايه يلا نرقص في الديسكو النص الثاني ايه السجاد ده بقى يعني الولد بيحاول يجمع نقط باي طريقه ماما ميري نشوف فيديو ماما ميري عجبتني الفكرة بجد مشهد يقطع القلب جايه من غضبانة جايه بالعيل وايه موضوع مساحات العربية ده
نسقف لماما ميري سقفه جامده قوي. طيب جمهورنا الجميل اللي عايز ماما ريم هيدوس واحد، اللي عايز ماما ايمان هيدوس اثنين، واللي عايز ماما ميري هيدوس ثلاثه. اتفضلوا التصويت. النتيجة طلعت يا بنات. اوكي. ماما ماري، واضح ان المساحات ما جابتش نتيجة. 14% 5 نقط. ماما ريم، الوقار برضو ما جابش نتيجة. 16% 10 نقط. ديسكو الثمانينات والصاجات عاملين شغل جامد قوي. 69% ماما ايمان. 20 نقطة. لكل مجتهد النصيب. اوكي. لكل مجتهد النصيب. معلش ارجع تاني للسينابون. ليه الأمهات بيعملوا الحاجة طعمها حلو بس عاملة كده؟ مش عارف. يعني تلاقي البيتزا طعمها يجنن بس واحدة عاملة كده، واحدة طالعة من الصينية. ليه؟ بالتجربة بس في الأول، بعد كده بتطلع كويس. بالتجربة. 30 سنة بتجربوا. اجتهاد اجتهاد. اجتهاد. دلوقتي مع المسابقة الرابعة وهي اسمها عجناك وخبزاك. بمناسبة يعني البيتزا والعجن والخبز. ليه بقى عجناك وخبزاك؟ في المسابقة دي عايزين نعرف انت عجنة ابنك وخبزاه ولا لا؟ فقساه ولا لا؟ هرشة الواد ولا لا؟ ازاي؟ هنسألهم شوية أسئلة هيجاوبوا إجابات محددة، مطلوب منكم انتوا التلاتة تجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. جاهزين؟ المسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك. هنروح لفاصل ونر. سفر ببلاش، حد يجيب له أكل كل يوم، عربية توصله كل المشاوير، حد يكوي هدومه قبل ما ينزل. 10 ثواني. اخترتي ايه؟ سفر ببلاش. إجابة صحيحة. بيحب السفر؟ جدا. اوكي. ماما إيمان، لو ابنك قرر يجرب أكل جديد، هيجرب ايه؟ الأكل الصيني، الأكل الهندي، الأكل الكوري، الأكل الخليجي. 10 ثواني. اخترتي ايه؟ صيني. هو بيحب الأكل الصيني؟ لا، هيجربه. ده هو شوية نودلز وفراخ مقطعة. وإجابة صحيحة. أقول لك أكل صيني وأكل هندي وهي شوية شاورما على رز وشوية شاورما على مكرونة. اشتغلونا. ماما ماري، لو بنتك اتصورت صورة حلوة قوي، هل هتنزلها على الانستجرام بس؟ هتنزلها على فيسبوك بس؟ هتنزلها على كل حاجة؟ مش هتنزلها خالص. 10 ثواني. مجرباها انت في الموضوع ده؟ فضحاني. بتتصور كتير؟ عجز عن الكلام. إجابة صحيحة. ماما ريم، لو ابنك هيختار يبقى بطل في رياضة، هيختار كرة القدم، المصارعة، الوثب الطويل، تنس الطاولة. الشطارة دي؟ لا، ألماني ألماني يعني. إجابة صح. ماما إيمان، إيه أكتر هدية ممكن تبسط ابنك؟ موبايل، ولاعة، بلاي ستيشن، ساعة. اخترتي إيه؟ موبايل. موبايل؟ ماشي، إجابة صحيحة. ماما ماري، لو بنتك طلعت القمر، إيه أول حاجة هتفكر فيها؟ تبص على كوكب الأرض وتسرح؟ هتتصور سيلفي؟ هتدور على كائنات فضائية؟ هتعيط عشان قاعدة لوحدها؟
هتعمل ايه؟ تصور سيلفي. اتصور كتير قوي كده؟ قولي لي طيب كلميني. كويس ربنا يسترها. طب ربنا يسترها. يا بتتصور ايه؟ اجابه صحيحه. ماما ريم، لو ابنك هيختار يسمع نوع واحد من المزيكا هيختار راب، شعبي، ديسكو، ميتال؟ اخترتي ايه؟ شعبي. بيسمع شعبي كتير؟ يعني احيانا. ايه اكتر اغنيه بيسمعها؟ ايه اكتر اغنيه بيسمعها؟ طب تعالى نشوف احمد. يا احمد. ايوه. انت اخترت ايه؟ اخترت ديسكو. ديسكو؟ وماما قالت شعبي. تمام. طب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ انا خدت بالي. ده الديسكو خلص من الثمانينات يا راجل. لا بس انا بحب انا الاغاني الديسكو، انا احب كده، دي دماغي. دي حريه شخصيه، اجابه خاطئه، ونروح لماما ايمان. لو ابنك اتخانق مع واحد صاحبه هيعمل ايه؟ هيعمل له بلوك؟ هيتكلم عليه وحش؟ هيقعد يوم قافش عليه وبعد كده عادي؟ احنا رجاله وما بنتخانقش. طيب هو مش كده؟ اخترت ايه؟ اخترت هيقعد شوية وقافش وبعدين عادي. بصي هو من اللي أنا شفته ومن السجات شكله سريع الغضب سريع التصالح. إجابة صحيحة. قافش يوم وخلاص. ماما ماري، يا رب بس ما يكونش عن الصور المرة دي. لو بنتك معايا آلة الزمن وهترجع للماضي هتعمل إيه؟ هترجع تضرب العيال اللي كانت بتاخد السندوتشات منها وتجري؟ هترجع تتعلم مزيكا؟ هتكسل ترجع بالزمن؟ هترجع تذاكر وتجيب مجموع أكبر؟ 10 ثواني. هترجع تذاكر وتجيب مجموع أكبر؟ لا، تعالي نشوف بقى هي قالت إيه. إيه يا مارينا؟ هكسل ارجع إيه؟ طبعا يا ماما هكسل، انا بتحرك من مكاني. بقول لك ايه، ماما قاعده تقول عليك كلام انا مش عايزه اتكلم. ماما فضحتني. احنا جايين نهدي النفوس. لم اخواتك السته وشوفي بقى ما هو حل للموضوع ده. مش هتخش البيت النهارده. اوبا. ميرسي يا مارينا، توكلي على الله. الاسئله بتاعتنا خلصت، النتيجه ظهرت. شايفه ان انت عاجنه احمد وخبزاه ولا نص نص؟ لا انا فاهماك كويس. انا كنت بقى هما الاثنين احمد. ابني برضك يا مدام، مفيش اي مشكله، تحت امر حضرتك. ماما ريم جمعت 10 درجات. ماما ايمان جمعت 15 درجه. ماما ميري 10. خلصت المسابقه الرابعه ودلوقتي مع المسابقه الخامسه. المسابقه دي اسمها عمرك ما نصفتني. عارفين ليه اسمها كده؟ عشان المفروض كل اللي فات كان عليه 100 نقطة، اللي جاي عليه 50 نقطة. ولادكم هيجوا يقعدوا مكانكم، والمفروض إنهم يا يكسبوكم يا يخسروكم. هروح الباك ستيدج هنسألكم شوية أسئلة، مطلوب منكم تجاوبوا إجابات محددة على ورق، وهم لازم يجاوبوا نفس الإجابات، يعني المسابقة دي عكس اللي قبلها. إلى الباك ستيدج وعمرك ما نصفتني. أخو مارينا، ايه اللي انا شايفه ده؟ دول 4 من السبعة؟ ايوه. لا ماما تخلف براحتها. شفت بقى؟ خليها تجيب كمان. اتفضلوا يا بنات. احنا نعمل كامبين نحلها على مهلكم. ده انتوا تعملوا سيشن. منور يا احمد. بنورك. منور يا احمد. نورك. في لخبطة جامدة الحلقة دي. فظيعة بصراحة. احمد. نعم. انا خلال الحلقه قلت ان البيتزا بتاعتك تبقى عامله كده بتاعت الامهات. ده بالنسبه للبيتزا. للبيتزا. قول لي بقى السينابون كانت عامله ازاي؟ حاجه كانت يا حاجه كانت ضربه من كل النواحي. طب وطعمها عامل ازاي؟ لا طعمها كان جميل والله. والله قطعتوها بايه؟ ده احنا جبنا سطور وجبنا الجيران وجبنا الراجل اللي بيسن السكاكين. بس اتاكلت في الاخر. لا اتاكلت والله ما شاء الله. شكلكم ما بتفوتوش حاجه. لا هتعدي. عارفين المسابقه كويس؟ تمام. ماما في الباك ستيدج بنسالهم اسئله خلاص؟ هيجاوبوا إجابات محددة، مطلوب منكم تجاوبوا نفس الإجابات
عشان تنصفوا ماما. تمام. هنشوف مين هينصف ماما ومين مش عارف ينصفها. السؤال الاول مع احمد. احمد. تمام. اخر كتاب ماما قريته كان ايه؟ في انت مخدود على طول ليه حبيبي؟ في اختيارات؟ في اختيارات؟ هو انا بعض؟ مفيش اختيارات؟ طب لا مفيش اختيارات. طب تمام. والله انت عسل. سقفه كبيره لاحمد نشجعه بقى. انا اهو تمام ما مديتش ايدي. ماشي ماشي. ايه اخر كتاب ماما قريته يا احمد؟ اخر كتاب ماما قريته ايه؟ طب تمام. نشوف ماما قالت ايه؟ اخر كتاب ايه يا ماما قريتيه؟ انا الكتب بقرا قصص لعمر يوميا قبل ما ينام. قصص اطفال يعني؟ اه قصص اطفال. معلش السؤال التاني. ماشي. ماما كانت بتصيف فين وهي صغيره؟ في اسكندريه. اسكندريه اجابه صحيحه. ماشي. ايه اكتر حيوان ماما بتحبه؟ اكتر حيوان ماما بتحبه؟ تمام. حيوان أليف بس هسهل لك اهو. قطة. قطة إجابة صحيحة. بشجعك عشان الخضة تروح. تمام. ماشي. مين أكتر واحدة بتكلم ماما على التليفون؟ ما أنا لو حد واحدة ولا شخص أنا تحديد أنا عاوز تحديد يعني ولد ولا واحدة. واحدة واحدة أكتر واحدة ماما بتكلمها على التليفون. مع جدتي. مع ماما. إجابة صحيحة. أنا ما غير رأيي. تمام تمام. خطة بوز الدنيا. أنا كويس. أنا تمام. أنا تمام. مين أكتر واحدة ماما بتكلمها على واتساب؟ على الواتساب في الجروبس بتاعت أخويا عمر أو ال لا واحدة محددة. واحدة محددة؟ على واتساب. على الواتساب. واحدة محددة على الواتساب. تمام. مين؟ طب قول أي إجابة. أي حد من معارف ماما. أي حد من معارف ماما. حد بيكلمها على الواتساب صح؟ ما هي ليها صح. هي كانت بتطلع مع بقلز وبنحبها وإحنا صغيرين. مذيعة. اسمها على اسمه مذيعة. نشوف ماما قالت إيه. نجوة. أنا ساعدتك. نجوى. 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 ماما نجوى. سقفة كبيرة لماما نجوى. نجوى. أيوة صح. تمام. خلصوا الخمس أسئلة. تمام. جاوبت على حبة حلوين. تمام. نروح لأحمد. ماشي. أحمد. نعم. آخر كتاب ماما قريته كان إيه؟ ما بتقراش كتب. إجابة صحيحة. إجابة قاطعة. ماما كانت بتصيف فين وهي صغيرة؟ اسكندرية. لا تعال نشوف ماما قالت ايه. لا بصراحه كنت بروح مرسى مطروح. مرسى مطروح. شاطئ الغرام. ايوه مطروح. واللب الابيض. بصراحه انا بالسجاد ده قلت جمصه. مصيف اليوم الواحد. ماشي. السؤال الثالث. ايه اكتر حيوان ماما بتحبه؟ القطه. نشوف ماما قالت ايه تاني. بتحب ايه يا ماما؟ لا انا قلت الفيل بصراحه. طب الفيل في ايه يتحب؟ يعني صراحه الراجل عنده حق يعني زلمته ولا ودانه ولا لا انا كنت بحبه يا ما اعرفش بحب الحيوان. ماما طلعت بتحب الفيل. انا اجيب لها فيل صغير. اوكي. السؤال الرابع. مين اكتر واحده بتكلم ماما على التليفون؟ خالتي. اسمها ايه؟ منى. اجابه صحيحه. احمد. مين اكتر واحده ماما بتكلمها على واتساب؟ طنط نجلاء. لمرات. لمرات الشقيقه. اجابه صحيحه. برافو يا احمد. مارينا. ربنا مش هتجيبي الثلاثه التانيين بقى؟ ولاد. لا خلاص مش مهم. اخر كتاب ماما قريته كان ايه؟ ما بتقراش كتب. تعالي نشوف ماما قالت ايه. لا بتحور. انتوا علاقتكم فيها مشكله ليه؟ اخر كتاب قريتيه يا ماما ماري. ماما ماري. ماما ماري. اخر كتاب ايه قريتيه يا حبيبتي؟ البابا كرولوس. ايه الكذب ده؟ معجزات البابا كرولوس على طول يا مارينا. طب احنا سمعنا حاجه. ماما ماري احنا سمعنا ان انت بتسمعي ام كلثوم بالليل وتقعدي تعيطي.
ورده. ورده ورده. اه انا بحب ورده. ايه النكد ده بقى؟ ليه بقى كده؟ بحبها. ليه عايشه في دور اميره الاحزان كده؟ احنا ناقصين. هي جواها عبله كامل صغيره كده. اه ايه عسل والله يا قمر. السؤال التاني، ماما كانت بتصيف فين وهي صغيره يا مارينا؟ ما كانتش بتصيف. يعني اسمك مارينا، انت اصلا اسمك اسم مصيف. تعال نشوف ماما قالت ايه. بتقولي ان انت ما كنتيش بتصيفي اسكندريه مارينا وانت صغيره يا متخلفه. جبتي لنفسك الشتيمه. السؤال التالت، ايه اكتر حيوان ماما بتحبه؟ خايفه قوي. ما بتحبش الحيوانات. تعالي نشوف ماما قالت ايه. ما ربناش كلاب يا مارينا. كلبه فتحت الباب ومشيته. طب يعني كده بتحبه ازاي؟ فتحت الباب ومشيت الكلب. بتحبيه ازاي كده؟ احنا مشاكلنا في بيتنا. ربنا ربنا قفل علينا اربع حيطان وباب. السؤال الرابع، مين اكتر واحده بتكلم ماما على التليفون؟ لا ناديه بقى. اجابه صحيحه. المره دي كانت هتنزل لك بقى. السؤال الخامس، مين اكتر واحده ماما بتكلمها على واتساب؟ ناديه برضو. ما شاء الله طلعنا في البخت. اجابه صحيحه. خلصت المسابقه الخامسه ومع النتيجه النهائيه بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونتيجة المسابقة النهائية من أقوى أم في مصر. يا ترى مين اللي فاز معانا؟ قلقانين؟ ولا كده كده هتروحوا مبسوطين؟ هنروح مبسوطين. ماما أيمان قالت لي حاجة حلوة جدا، إن أنتوا اتصاحبتوا. ده حقيقي. فخرجنا من الحلقة بصداقة جميلة. أكيد. وده أكبر مكسب. أه طبعا. يا ترى مين فاز معانا؟ ماما ريم؟ صاحبة الابتسامة الجميلة اللي اتعلمت ألماني عشان خاطر ابنها ودي الأم المصرية العظيمة؟ ولا ماما أيمان اللي بذلت مجهود فظيع عشان تعمل لهم سينابون وما تمرش؟ ولا ماما ماري مامة أجمل سبع ولاد وبنات؟ يا ترى مين اللي فاز؟ مين من الأصدقاء الثلاثة اللي قرروا إن هما يتصاحبوا كسب معانا النهاردة؟ ماما ريم، حاسة إنك هتكسبي؟ ربنا يسهل، أتمنى يعني. ماما إيمان، أخبار الحاسة السادسة إيه؟ حاسة إنك هتكسبي؟ اه او لا؟ ربنا يسهل يعني برضو. اه او لا؟ عندي امل كبير يعني. اه او لا؟ ان شاء الله. اه ماما ماري، حاسه انك هتكسبي؟ قدر الله وما شاء فعل. برضو عايز اه او لا؟ اللي ربنا يريد بيه، بس مش فارقه يعني، انا كفايه خرجت مع القمر دول. تحيه كبيره لماما ماري. طيب ماما ريم جمعت 70 نقطة. ماما إيمان جمعت 95 نقطة. يا ترى بقى ماما ميري جمعت كام؟ لما هنعرف ماما ميري جمعت كام، هنعرف مين اللي فايز ومين أقوى أم في مصر النهاردة. فأنا مضطر أقول إن ماما ماري جمعت 65 نقطة، والفايز معانا النهاردة وأقوى أم في مصر يا ماما إيمان. إحساسك طلع صح؟ يلا استلم الشيك. اتفضلي اتفضلي يا ماما إيمان. أحمد، إيه يا أحمد؟ فين السجاد؟ طلع السجاد بسرعة. مبروك، ألف مبروك، مبروك يا أحمد. أمهات اتفضلوا معانا، فين الروح الرياضية؟ فين؟ مبروك، ألف مبروك، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج أقوى أم في مصر. دي أهم حاجة في الحلقة. فين البنات؟ يلا بنات تعالوا. البنات كلهم. يلا يا أحمد تعالى. حضرتك جوز مدام ريتا. يلا ياسمين. نورتونا. ماما ميري، أنتِ شربات. أنتِ إزاي عسل كده؟ انت ازاي سكر كده؟ والله يا اخواتي خساره فيك. مبروك مبروك، الف مبروك. يلا يا احمد، اب اب. فين
الفرحة فين؟